هنحمر. الفراخ استوى اهي، قصدي الديوك استوى. الديوك ها، الرجاله استوى. الرجاله ايه انتوا بتنوروا ليه؟ طب انا هوريهم البيوت دلوقتي طالما انتوا بتتنوروا. هوريهم بيوت الفرايد. ايه ما بقى لا اله الا الله، هي دي حاجه حرام يا اهي. حسين دي هدير بتقول لي ايه ياما؟ هات يا محمود هنا كده. انا شفت اهو، انا شفت يا ناس غازيه. ايه يا ياما؟ ايه جت في عينيا ده البيضان دي؟ اه انا زرق. هي ما جبتليش الحله ليه دي؟ الحله بتاعت العوضه ده ما تجيبي يا شاطر الحله. قالت لي شه يا جيب لي فيها الطماطم. طب انا عايز الحله لوحدها والطماطم لوحدي. قومي هاتي لي الحله منها انت. قولي تعالى صور لي شورت تستسيبينه وتجري. انا سلام، كيفكم شو اخباركم؟ سلام، كيفكم شو اخباركم؟ الحمد لله احنا بخير. سلام، دول اللي بيقولوا كده سلطنة عمان والجزائريين واخواتنا التونسيين. خد هاتي يا محمود. هدي يا بيت. يا ليه ما تقلب التليفون كده؟ اتك على السهم يا محمود. لما تيجي تميل كده ما بتفيش، هو الصوره جايه عليك انت مش شايفه حاجه. لا اله الا الله. هو انت اللي تعمل ايه كده؟ صحابه في جاريه كده عشان تشب كده وتبص. وقف. انت هتقف هنا وخلي وشك هنا زي ما كنت بعمل. ملك ازاي تكون بتسرق؟ ملك قد ازاي؟ لا مش فاضي عشان اخد. لا معايا حاجه تجيبها. شطه وكمون بقى يا هبه. اسلام يا جيش بلادي. شطه وكمون والفلفل. بس والله حكم جميله. انا مش شايف مش باكل. خلي الزيت يطلع خالص من فوق. سواء نحطهم ونطلعهم، سواء نحطهم ونطلعهم، بس اهم حاجه ينقدها. نعم. عايزة شربة؟ يختي حلوة. يلا يا عروس. يا حسنة وغمضي. يا تيتا ايه؟ قربة. قربة قربة. يا عز. شادة اللي مش قالها تجري له وانت جنبه وتطفيها هيبة. انا مش عارفه اصير بتاع شادة ولا عندك. قول لي انت هي ما تطلعش. قول لي انت هي ايه؟ ماشي. اللي فحم؟
انا قايله اكتبوا البتاع العيش ونطلع بره. اما نبقى كنا في المطبخ نفضل زي امبارح. في رمل جاي من البحر طلع الكراكه مطلعها على الحرف. شكلها مفرقعه. في عيش تاني؟ لا مفيش خلص. شيطتيهم؟ انا؟ حودي بقى. لو انا اللي كنت حاطه؟ هدي تقول لي انت شيطتيها والتانيه تقول انت شيطتوه والتالته تقول انت شيطتوها. وسنكوا زرقاء. اللي تتكلم تتكلم مش ناقصين هاري انت كمان انت فاتحين هادي يا منك خليك عادي يا هيب ده مش في الفيديو يلا شيء باش ما تنفعيش يلا بقى روح واحد اثنين ثلاثة بس يا جماعة ايه انت تحديكي كده ليه يا خلاص انا بالمدهولة طبق شوربه غير ده طيب عشان هتعمل بيه بتاع بالك الولعه جايه على قدك اهي لف لها انت يا امك هديه يا امك فعلا كانت قاعده وطبق خلي بالك اما يبقى فيها ميه ما هطرطش ابعد عنها بقى عزيز يا رب للكواني
الكيس كله من ايه؟ كله من الكيس مبارك يا سلسبيل هديه بس بصي يا سلسبيل سلسبيل ولاد بترمي الملح لو قدامك كده بترمي الملح ما خدش ايه كده ياما اربع خلاص يا هدي كده حلو كيس الملح في ايد شهد كيس الملح في ايد شهد لا ده معاك انت بس بس ملح اهو ملح وما غير ملح ابيض طب ما حطيتش شويه فلفل عين احسن من ده اللي كان بالفلفل صافي كتير بالعقد ريحته حلوه قوي قوي يا سيدي صوبه اه ملح نفسه يا شاد رش عليها ملح مع الشماغ بس ابوك قال انا قايل لك قبلها عاملين لي مكرونه ب ابويا بتبطل اكل مكرونه بطماطم قدام الجمهور انت مش هتعملها له دقه النهار هنكتب ماشي بس هو ايه ليه الاولاني قول لي لازم اعمل ايه والله العظيم ما تاكليش يا شيخ انت هتقرفينا ما تاكليش احنا هناكلها احنا انا بحب ام طماطم كل نوع طماطم كلها طماطم انا اكلها ما تاكليش يا حبيبتي وفرت الكبشه اللي انت هتاكلها في الطبق حلوه دي الرز انت معاها عامله ايه هي زي الرز على اساس تعمل خلطه محشي ايه ده انت هتعمل خلطه محشي لا انا عايز خلطه محشي يا هتعمل تسقيه احنا نفسك يا حبيبي انا اكل تسقيه لا جابت شبت ولا بقدونس ولا جابت حاجه بتسف يا بت انت يا بت انت بتسف ايه الطماطم جوه طب انا اضرب الكوسك هنعمل رز كده ورز كده لا خليها بقى وفرها لا خليها بكره ما انا كنت كده كنت عامل تسقيه ورز انا بقى اما اروح هعمل الرز بتاعي اعمل كده ونعمل يا بيه يا بيت لما اروح هعمل الرز بتاعي هطلع كيلو نص كيلو الكفته مع حبايتين طماطم اضربهم زي خلطه المحشي كده ومروح حاطه في قلب الكفته ازاي بقى زي الناس هتبقى رز بكفته رز بكفته انت خدعت التخديع اهو هتشوحي الرز ها في قلب حله تانية وتقوم رايحه منزلها على ايه على التخديع مش صح يا عم مش بيحصل كده يشرب التخديع مع اللحمه بقى انت بتعملي انت وايه يا بت انت ايه ده في ايه زمانها باظت هي بدك النار قالت لي كده وبحط ده لقيتها سايح ده ايه دي يا خلقت شوف هي مش جوه خلقت شوف شيل البتاع اللي في قلبها ديت يا حاج بص يا غالي دلوقتي اهو ليه بص طماطم عليك انت بغيت تعمل ما في طبق من جوه اللي طالع شوت شوت مش طبق سام بقى ولا مولي بقى انت هتشارك كده الطماطم ملك طبق كبير والليمونه من قلب الطماطم اللي جوه هاتي هاتي تعلم يلا هاتي يا شاه ايه يا شاه عايزه نفضها لك كده اهي طماطم الحين طماطم هتطلع بسيط بس محمود كتير الله ينور الله اكبر الله بس حط على الولاد يلا طب نحط اهي بنحط البتاع ماشي ايديك
الحته دي كده. في شحال الوزن بتاعك الاثنين سخنه كده. انا مش هشرب تاني، اشربوا اشربوا كمان، اشربوا شويه دولاب بقى، اشربوا كمان. ما تجيبش تاني، ده هي عايزه الطعبه. مين؟ اصل انها تشرب شويه عشان اخد منها بتاع دل. هتغرف مكرونه، هتغرف مكرونه. انا عايزه اشرب شويه. هسيكوا بس دول تلاقيها وجدك انت كمان. اشرب براحتك. قلت لها العصا ليمون ولا ليمونه؟ ليمونه. قلت لها العصا. خلاص الطبق اللي معاك ده. طب انا هعمل لخالتك شويه شوربه بس الاول. انت مش تاخد العيش اللي سخنه كده؟ والله العظيم عليا. بس اشربوا وشبعوا بس منها عشان اطلع من طبق لمحمود الاول وطبق لهيب وبعد كده حور. اقول لك شويه شوربه. حاول شويه الفلفل محمد. لا في كتير على فكره لو تحطوا كده. والله العظيم تاخد مني. انا عايز والله العظيم تاخد مني. انا حليف. انا قلت لك انا حليف والله ما عيني فيه. خد بقى مني وانت بتاخد لمصلحتك. هات اه باخد لمصلحتك. ما بتقلبهاش لان انا بحسبك هتقلبيها. اتراها هتاخد وهتروح تحط بقها. اما لو حطينا يما شويه في الطبق ده فين فيها شو؟ فلفل. انا هاخد الطبق. ايوه شاطره يا بنتي. يا رب البريد. اه يا بنتي يا حكي بنتي احنا فاتحين كاميرا على بيت. انا مش قادره انا مش قادره. الله يسام الله يسام الله يسام. احنا زعلانه منك. يلا يا جدعان خلوا راح يستفيدوا. يلا يا اولاد ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تروحوا. كل جديد. مع السلامه.